المفروض ان انا في البدايه هتكلم عن المرحله التسويقيه للشركه وازاي الشركه تقوم، بس في البدايه عايز اشكر حضوركم جميعا، وده حاجه جميله بالنسبه لي جدا، واشكر بيت الاعمال ان هي ادتنا الفرصه ان احنا نجمع حوالينا الناس المستثمره واللي تقدر ننجز بيها المشروع ده. طبعا اصعب حاجه كانت في الموضوع ان احنا نبتدي ان احنا في التسويق الاسم زي ما محمد بيه قال، هي رايت لما جينا نسميها كان عندنا صعوبه قوي نختار اسم يسوق نفسه في البدايه. كنا طالبين في البدايه اسم عربي وانجليزي يؤدي نفس المعنى، زي سلطان تلاقيها في الانجليزي والعربي نفس المعنى. قعدنا فتره طويله نجمع الاسامي اللي تمشي عربي وانجليزي على اساس ان الهدف بتاعنا مش المنطقه العربيه بس. بعدين ربنا هدانا لكلمه رايت. رايت ليها كذا معنى، بس انا بالنسبه لي باخد من الانجليز دايما بيقولوا ايه، وي ار درايفنج رايت، هم بيقولوا بمزاجهم وي ار درايفنج رايت، المقصود بيها ان هم بيسوقوا على اليمين، المقصود ان هم بيسوقوا صح. المهم كل واحد في الدنيا بيدور على بيفهم المعنى زي ما هو عايز، فاحنا ممكن نكون حق، ممكن نكون صح، ممكن نكون اليمين. فعشان كده انا مش خايف ابدا ان انا اقول احنا عايزين نعمل فنادق ملتزمه، وحتى لو اللي قدامي فهمها ان هي فنادق اسلاميه من حق ان هي تكون فنادق اسلاميه، ومن حق ان يكون عندي سياحه ملتزمه، ومن حق اعمل البرنامج اللي انا عايزه واستهدف فيه اللي انا عايزه. طبعا الاحصائيات العالميه كلها بتاكد ان المسلمين في العالم 35% من العالم، يعني 1,700,000، فده يعني حتى الغير المسلمين بيستهدفوا ال 35%، العائل اللي بيشتغل في مجال الاستثمار بيستهدف ال 35% لان هم من اقوى 35% موجود في العالم. منهم مراكز قوه جدا في الشرق الاوسط واموال ضخمه جدا. منهم 70% طبعا من المسلمين في العالم موجودين في اسيا، و27 موجودين في افريقيا، اللي افريقيا دلوقتي هي تارجت للعالم كله في مجالات كثيره جدا في الاستثمار وفي السياحه وفي اماكن كثيره.